إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. حمداً لله على عودتك للعمل، وحسناً فعلت يا حسن. شكراً. لولا مساعدة فاطمة وترددها على الدكان ما عرفت من أين أبدأ. إن كثرت الحوائج فابدأي بأهمها. هذا ما فعلته بالضبط. هذا هو الحبر المطلوب. هذا الورق للتجربة، وهذه الجلود للتجربة أيضاً. نشرت تقريباً منها 100 أمام بيتي في الروضة. النتائج مضمونة لزمن طويل. كل ما أتمناه أن يطول العمر حتى نكتب، وأن يطول الزمان بما نكتب. نحتاج إلى العديد منها. الحبر أم الجلد والورق؟ جميعها، الحبر والجلد والورق. نحتاج للجودة ذاتها في وقت أقصر؟ سأساعدك يا ست حسن. نبدأ في أسرع وقت إن شاء الله. إذن نبدأ بكرة الصباح. شكرا. استأذنك يا ست حسن. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.